ونفكر ان شاء الله في العالم بيت. ان احنا ان شاء الله حنشارك في كاس انديه العالم. جميع الفرق تطمح الى هذه البطوله والى هذا الكاس الغالي، لكن اللي يحصل عليه فريق واحد وكان نادي النصر اللي من خلاله سيمثل ان شاء الله في بطوله انديه العالم ويعتبر من افضل خمس فرق في العالم حاليا. بطوله النصر طبعا تضاعفت وكبرت باعتباره حيكون احد الانديه التي تشارك لاول مره في بطوله انديه العالم. الان دور النصر كنادي دولي او كنادي عالمي. والف مبروك للنصر والكره السعوديه، ليس انه اخذ بس كاس اسيا اليوم او ابطال، انما هو الان يعتبر اول فريق عربي اسيوي سيمثل في ابطال العالم الانديه. نعم، وهذا برضو يعني هي تاريخ للكره السعوديه.